السلام عليكم اصدقائنا، اليوم راح اسوي لكم شاورما لحم كلش طيبه، مكونات جدا سهله وبسيطه ومتوفره بكل بيت. وهسه راح نستخدم اللحم الموجود عندنا، لحم العجل. طبعا ليش ما نسويه بلحم البقر؟ ترى فرق بين لحم العجل وبين لحم البقر. العجل معناته هذا بعده يتغذى على الحليب، يعني لونه حتى لون اللحم يصير وردي، مثل ما تشوفون لونه وردي مو احمر. الاحمر هذا البقر. البقر بصراحه ما يستخدم، يعني اذا تريد تسوي شاورما لا تسوي بالبقر. ليش؟ لان لا يحتاج لوقت اطول للاستواء، اما العجل على السريع يستوي. ليش؟ لان اللحم مالته بعده طري، مثل ما نقول بالعراقي بعده هرفي. فلذلك راح نستخدم لحم العجل اليوم، عندي نص كيلو، فيلا خليكم ويانا. هذا اصدقائي لحم العجل موجود عندنا، مثل ما قلت لكم نص كيلو، شوفوا شلونه يكون فاتح. انقطعه، من تقطعوا سووه على شكل هيك مثل الشرائح، باع شلون؟ شلون كانه القص، باع شلون هيك اقطعه، مو اقطعه هيك. هو هم يصير هيك، بس انتم الافضل حتى تحسون طعم اللحم تقطعوه بهاي الصوره المايله. شوفوا شلون هي الشرائح، يصير عندكم هم يستوي على السريع وهم شكله يطلع احلى باللفه. شوفوا شلون على المايل كله اشتغله. شوفوا عيني، هاي الشرائح اللي اريدها اني تكون بهذا الشكل. وهذا اصدقائي اللحم صار عندنا جاهز. وهاي اصدقائي الطاسه مالتنا، نجيب هنا اللحم. اول شيء راح نجيب هنا لبن يوغورت، هاي واحد وهاي اثنين، بالاضافه الى الطحينه، هاي واحد وهاي ايضا نص، ملح. لين مندوزي ملح الليمون، ناخذ من عندها الكميه، طبعا هاي خاشوقه مال شاي. طبعا نجيب هنا بهار كبابه، اللي هو اكثر العالم يسالوني عليه الكبابه شنو هو، بالعربي الفصحى يصيحوا له الفلفل الفرنجي. هاي اللي نحط من عنده، هاي الخاشوقه مال، طبعا شكله يكون هذا اللي ما حد يعرفه، هذا شكله يكون. شوف شلون اصدقائي، هذا يكون فلفل فرنجي. نجيب هنا هي المطحون، نخلي من عنده ايضا نص ملعقه جوز الطيب، ايضا هنا نص ملعقه، ونضيف له شويه كمون ايضا نص ملعقه. نجيب قرنفل نخلي ربع ملعقه، ونجيب هنا فلفل ابيض او فلفل اسود هل متوفر عندكم، ايضا نخلي نص ملعقه. طبعا هاي البهارات اللي اعطيتكم اياها هي اكو تجي خلطه جاهزه، هي نفس البهارات اللي بيها، بس انا سويت لكم اياها هيك لان هي نفس الخلطه حتى تعرفون شنو مكونات الخلطه اللي تاكلون القص بالمطاعم، او هاي طبعا حتى مال شاش القص الكبيره هي هاي التتبيله مالته نفسها بالضبط. نضيف هنا خل، خل ابيض طبعا، هاي واحد وهاي اثنين. وهسه نجيب هنا ثوميتين، هاي واحده وهاي الثانيه. وهسه نجي نخلطها خلطه من هاي الزينه. نسيت شيء مهم، نجيب هنا زيت زيتون من منتجات ليوبارد، وندير لها شويه حتى شنو تصير عندنا الامور تمام وتصير عندنا طريه. طبعا هذا زيت زيتون من منتجات ليوبارد متوفر بجميع انحاء العراق وبكل مكان. وهسه نخلطها خلطه من هاي الزينه. يابا ريحتها تجنن، ريحتها خبل. هسه اصدقائي نتركها ربع ساعة حتى اللحم يشبع بالطعومات النكهات اللي خليناها. يلا يابا هسه نجيب التختة مالتنا، الخيار مالتنا اللي هو الطرشي، لان شاورما تعرفوها بدون طرشي ما تطلع طيبة. هاي خلصنا من عندها. نجي هنا نجيب الطماطة مالتنا، ونجيب هنا البصلاية مالتنا. راح ناخذ فقط هاي القطعة واسويها شكل شرائح ناعمه رفيعه كلش. شوفوا اصدقائي هذا اللي احتاجه. اجيب هنا المعدنوس، نقصه من هنا، هذا شيله. البصل والمعدنوس نخبطه سوية. وهذا اصدقائي صار عندنا جاهز. حتى نسوي صلصه للشاورما طراطور ويا الساندويش نحطها، راح نحتاج هنا عندنا الى لبن يوغورت زبادي، وهي اثنين وهي ثلاثه وهي اربعه، بالاضافه الى الراشي الطحينه، هاي واحد وهاي اثنين، نص كميه اللبن. ونضيف هنا عندنا ملح الهملايا، راح اضيف لها
بالإضافة إلى خل أبيض. عندي فلفل أبيض. أول هنا أنا عندي الكمون. وهسه نخلطها خلطة هاي زين. إذا شفتوها ثخينة صارت عندكم تقدرون تخفوها بالمي، تخلوها مي. وهاي أصدقائي صارت جاهزة. وهسه أصدقائنا نجيب الطاوة مالتنا وننتظرها تصير حارة، لازم ضروري حار. ليش؟ لأن أنا أريد أقليه ما أريد أسلقه. زين؟ هسه أصدقائنا الطاوة مالتنا صارت حارة. نجيب هنا اللحم، طبعا راح أخلي نص الكمية ما أخلي كله. وهذا الصوت لازم يسمع ها. طبعا ما حطيت زيت، ليش؟ انا حطيت اصلا زيت هنا اللي هو زيت زيتون منتجات يوبال. يا بالريحة شنو طلعت؟ ويلي يا بالريحة تخبل. طبعا ضروري ما نظل نقلب بيها هواية، شوية شوية خل تستوي اول شيء من جوا وبعدين نقلبها على الصفحة الثانية. وهسه نجي نقلبها على الصفحة الثانية. هذا اذا مو مثل قص المطاعم مو قبول، مرجوع على اللذه. اصدقائي هسه خلينا نشوف استوت ولا لا. هي عسره تستوي مثل ما قلت لكم. هاني ناخذ شرحايه مال اللحم هاي مثلا وباعوها عيني. حاره. المهم اصدقائي هاي استوت عندنا، ما يحتاج لها هوايه، بس تصير لونها هيك معناته الامور تمام واستوت عندنا. ونفرغها اصدقائي. ونجيب هنا السندويشات مالتنا اصدقائنا، نسويها مثل ما حل بالضبط. الطحينه اللي هو اللبن الطرطور اللي سويناه، اللبن والراشي. طبعا اللحم شلون شرائح تخبل صارت بهذا الشكل مثل ما المطعم بالضبط نسويها. يابا هاي اذا سويتوها اللفه احيلكم يوميه بعد تسوونا. زين عيني. نجيب هنا المعجنوس والبصل اللي سويناه. باعوا هلا 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 دباو عمي بيش تريد يا باللفه. ونجيب هنا الطرشي مالتنا الموزع عيني بالتساوي. وتجيب الطماطم بنفس الوقت نخليها. هاي السندويشه رهيبه، بس ناقصها شنو عيني؟ اللي ناقصنا تعرفون اللي هنا بالمانيا شويه صعب نحصل، لان الخروف مالتهم الدذيل ما عنده العنتين ما عنده اللي. وهسه شو يسوي عيني؟ نجي الساندويشه مالتنا نلفها، ومو بس نلفها وبعد، لا بعد اخوي هواي شغلات. تعالوا بعد نكبسها. خليني اقول لكم شلون نكبسها. هسه اصدقائي هاي الساندويشات مالتنا نجيب هنا زيت الزيتون من منتجات ليوبارد. مثل ما قلت لكم متوفر بكل انحاء العراق. نخلي هنا شويه زيت زيتون، نجيب اللفه مالتنا ونخليها هنا نكبسها. نسوي كل لفتين سويه. وهاي اصدقائي الساندويشه مالتنا هسه نجي نقلبها. باعوها شلون صارت؟ تحمرت تحمرت. هلا هلا اليوم فري عندكم جماعه الرجيم عذرونا. وهاي اصدقائي صارت عندنا جاهزه. شوفوا شلون تحمرت؟ صارت تخبل. وهاي اصدقائي الساندويشات صارت جاهزه عندنا. ونجيب هنا الساندويشه مالتنا اصدقائي، هاي اللي سويناها. اسمع الصوت، هذا المطلوب يابي. ونقصها بهذا الشكل. ونجيب الصحن مالتنا هنا، نضيف هنا من المعدنوس والبصل اللي بقى عندنا. وهذا اصدقائي نضيف هنا الحمص والطحينة ونسويه بهذا الشكل. اصدقائي الطبق مالتنا صار عندنا جاهز. شلونه؟ يلا نقول بسم الله ونجيب اللفه مالتنا. بس باعوها شلونها؟ تخبل شوي عيني بالحمص بطحينه. نقول بسم الله. ويلي يابا يابا الطعم
رهيب، الطعم رهيب، ايش قد ما اقول لكم طيبه طيبه. تخبل ويلي يابا، مو طبيعيه. اطيب من مطاعم نسويها روعه. المهم اصدقائنا ان شاء الله عجبتكم الشاورما وعجبتكم الحلقه، لا تنسوا الاشتراك بالقناه واللايك. تحياتي لكم شيفسان عبيدي. جماعه الفيسبوك اتمنى عندكم تسوون شير حتى الكل يستفاد من عندها. وبالنسبه اللي يقول النور هنيالك على زوجتي، هنيالك انه زوجك يطبخ وانت تاكلين، تعالوا شوفوا شو اللي صاير هنا بالمطبخ. هسه قولوا لها النور هنيالك على الطبخ، انه سنان يطبخ وانت كل شيء ما تسوين. فهاي الهوسه من هو اخر شيء راح ينظفها اكيد يعني نور. ام يوسف اعذريني، اسف اني.